معكم موقع العرب. هنا هنا بس في الوضع الحالي. اسال يا حراس. احنا حكيناه بالنسبه للمناسبات بالذات. الاخت عوره ترجعت الموضوع انه بالمناسبات بالذات انا بنصح الجميع انه قديش ناخذ وسائل الاحتياط، خاصة في بوس العريس وابو العريس وبالنسبة لشرب السادة من بعض، هاي موجودة يا اختي، هاي عادات، وهاي هون العدل بتصير عند نسب كبيرة. أنا سمعت إنه في نابلس كان عريس مصاب بالإنفلونزا الخنازير، بس هو كم واحد انعدوا؟ هاي موجودة، لذلك الاحتياط واجب إنه كيف نتعامل مع بعض. يعني هون العريس نقل المرض. العريس نقل المرض، يعني وهذه نقطة أساسية إنه اللي تفاجئش إنه العريس البوسه، قول له مبروك. لا هاي موجودة ووجدت فعلاً. مدينة قال أمتي تكاد أن تعيش من ست نجس بنات من هون وفيها خاطر زيادة. أول شيء أنا بهنيك على موقف الدين اللي أنت فيه يا حاج، ولكن إلنا مواقف علمية، إحنا ديننا دين علم، وكل الديانات في عندها علم، والعلم بيقول إنه الوقاية هي أساس كل مرض، تنطار علاج. أنت راضي بالقضاء والقدر، ولكن في ابنك، في حفيدك، في اقربائك، في اصحابك اللي هن بدهن ايش؟ يتشحشطوا والوباء يكون اكثر خطوره الهن، ومش بس هيك، احنا هون نضطر انه ينام الوالد بالمستشفى، وانه يفوت بمضاعفات صحيه عدا عن اللزوم، وهي واقفه على شغله واحده وحيده، انه احنا اول بدايه المرض نتوجه للطبيب، شيء بسيط جدا انا بنصح فيه، اول بدايه المرض، في حام، في رشح، في قحه، في ضيقه نفس، في عوارض الانفلونزا العاديه، النزل العادي اللي احنا بنعرفه، نتوجه للطبيب، الطبيب بيعرف كيف يتعامل مع كل حاله وحاله حسب الوضع الصحي لكل مريض، كل مريض في له حاله خاصه فيه وكيف يتعامل معه، في مرضى اللي انا شكيت فيه روحت على البيت، اعطيت التعليمات، شو يتعاملوا؟ البس كمامه حبيبي، اخذ الغرفه، خلي قهوه، اشرب مي، خذ الدواء اكامول وضد الحم ودير بالك حالك، حسيت انه وضعك ازداد سوء رجعني شغله. اما بالنسبه لبعض حالات معينه احنا بنروح على المستشفى، والعلاج بيكون بالوقت المناسب، احنا بنمنع تطور وانتشار المرض. هون اللي بنحكي عليه يا حاج، لذلك انا برجع بقول لك جنون البقر ما اجت الا بعد انفلونزا الطيور وانفلونزا الانسان، هيك صار الفيروس بتكون وبنسب انواع فيروسات غريبه من نوعها، واحنا لازم نعرف كيف نتعامل معها. احنا مش لازم نشب بالعصر القديم، احنا لازم نكون واعيين للوقت اللي احنا عايشين فيه وكيف نتمشى وكيف ناخذ احتياطنا من كل وضع معين. بلا شك هذا جوابي لك، وبظن انه مقنع من الحاج. طيب وايش الخطيب؟ ابو مروان بظن انه مقنع صح؟ يا مات انت لما كنت مع الطرشيان ما كانش في مصنع تروح تشتغل فيه، انت كان بالك هادي بتروح، كان الفاكهه اللي بتاكلها طبيعيه، كنت ترش دواء، البامي اللي كنت تاكلها كانت طبيعيه ولا كنت كلياته يا عمي صار مصنع، كلياته صار مبلع، حتى الفاكهه بنشوف نوعيات منها مش الى لذتي. لذلك هنا احنا بنعيش بعصر معرض لامراض متنوعه مختلفه وشدتها صعبه، لذلك احنا نوجهكم ونسلط الضوء على توعيه صحيه بالدرجه الاولى. بوادر المرض اللي بنقدر يعني اول شيء خبيثه النزل انفلونزا الخنازير هي نوع مرض يشبه الانفلونزا العاديه تحت البني ادم، واللي عباره عن حم، عن رشح، عن وجع حلق، عن وجع عضلات، قحه وضيقه نفس. مجرد توفر حم عند البني ادم ومخنن عنده نزيلة أو وجع حلق، الشك وارد إنه المرض يكون من هذا النوع. مجرد عنده هاي الشغلة إحنا بنشك في هذا الوضع، ولكن مش كل مريض نبعثه على المستشفى. هاي الحالة كانت مجرد برشح، حس حاله منيح، أخذ حبتين ومدلقين وقال لك أنا تحسنت وبشرب مي منيح ودكتور حس حاله منيح وتفحص وفيش شيء بالفحص ونروح على البيت، ولكن لازم تعمل واحد اثنين، تلبس كمامة يا عمي، تقعد بغرفة مسكرة، الشباك مفتوح، تشرب سوائل، تتعامل مع أهل بيتك، مع احتياطات الطبية اللي هي تقعد عنهم، تتعامل معها، تحكي معها من متر، تأخذ الأكل لحالك، تستعمل منشفة لحالك،
عشان لا تعديها. يعني لو تشرب فنجان قهوة نعمل حساباتك انه الفنجان يكون انت اول واحد اول ما يكون بلاستيك ولا لا؟ هاي واحد. الشغلة الثانية كثر من غسل الايدين. من؟ تغسيل ايدين. مي وصابون. مي وصابون. مش مي عادي. ولا تيمم. الصابون العادي بيطلع ولا في صابون خاص؟ لا صابون عادي. صابون عادي. اي صابون. الشغلة الثالثة قضية الأكل. إذا كنت بعرس يعني مش يعني إذا كنت بعرس ولابد أن تكون بعرس يعني أنا يكون برضو تحس بس حنضيف الزلفة نضيف كيف لازم يعني أنت بين الصحن والزلفة والمحل اللي قاعد فيه.